جماعة البنت دي عملت شوكولاتة سنيكرز في البيت وبتقول ان هي عملتها صحية جدا ومفيدة ومكونات بسيطة جدا، يعني حرفيا لو بتخس وعاملين دايت برضه ممكن تاكلوها كل يوم. زي ما انتم شايفين ما خدتش في ايديها 10 دقايق حرفيا وعملت احلى سنيكرز ممكن تاكلوها في حياتكم. طبعا دلوقتي هجربها واشوفها فعلا هتنجح معايا ولا لا. طبعا المكونات بتاعتها سهلة جدا، انا هستخدم مكونات تعمل ضعف الكمية اللي هي عملتها، يعني بدل 3 معالق شوفان او دقيق شوفان انا هستخدم 6 معالق، عشان بصراحة أنا عايز أعمل كمية تقعد معايا 3-4 أيام. بعد كده هنحط معلقتين زبدة فول سوداني، يستحسن نحطها في الميكرويف تسيح شوية عشان تساعدنا يعني متبقاش ناشفة قوي، يعني خلونا نقول إن دول معلقتين بس كده يا جماعة، هما دول المكونات بتوع السنيكرز. نفضل نقلبهم كويس مع بعض. زي ما انتم شايفين كده هي دي العجينة، نبتدي بقى نشكلها صوابع أو أي حاجة، ومن النص نضغط عليها كده بحيث إن احنا نحفر جواها مكان من النص. هي بالظبط كده زي ما انت شايفين. حط اول واحده دي، تاني واحده. طيب بعد كده بقى اول خطوه بعد ما رصينا السنيكرز، بص بقى هنجيب اي صوص كراميل او اي صوص كراميل احنا عاملينه في البيت او صوص كراميل عادي، انا عندي ده صوص اسمه صوص توفي فهستخدمه. نبتدي ان احنا نحطه في المجرى اللي احنا حفرناه ده كده مثلا. زي ما انت شايفين. بعد كده بقى هنجيب شوية سوداني، انا مكسر شوية سوداني وهبتدي ان احنا نحطه عليها كده من فوق. المنظر ده كده زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى وهي اخر خطوة هنجيب شوكولاتة خام، شوكولاتة خام عادية، ونبتدي ان احنا نكسرها وندخلها نسيحها في الميكروويف او نسيحها في حمام بخار مية او اي حاجة ونرجعها. طيب وكده زي ما انتم شايفين سيحت الشوكولاتة وهبتدي ننزل بالشوكولاتة عليها بشكل ان انا اغطيها كلها. انا حميتها بصراحة، وممكن في الاخر كده ارش عليها شوية سوداني من فوق يعني لو ممكن. وزي ما انتم شايفين ده شكلها دلوقتي، ادخلها الفريزر وبعد كده نطلعها تكون مسكت وجمدت شوية. ودلوقتي زي ما انتم شايفين بصوا يا جماعة منظرها بقى عامل ازاي. انا منظرها بالنسبة لي مرضي 100%، يا رب طعمها يطلع مرضي 100%. بصوا يا جماعة شكلها عامل ازاي، شكلها تحفة فنية، اقسم بالله هموت وادوقها مش قادر. ونقول بسم الله. واو بصوا بسم الله. طيب بصوا يا جماعه هي حلوه جدا، مشكلتها الوحيده انها بتخلص، يعني هي مشكلتها الوحيده ان هي خلصت بسرعه. طعمها 10 من 10، ما عنديش عليها اي تعليق. جربوها 100% صحيه واحسن من اللي بنشتريها من بره، وطعمها احسن من اللي بيدعموا اللي ما يتسموش. تنساش تعمل لايك وشير ومنشن صاحبك اللي هتجرب السنيكرز الجامده دي معاه. اي خدمه.